الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم يتمحور عن مدى المتغيرات. مدى المتغيرات، إن مدى المتغيرات يحدد مدى رؤية هذا المتغير ضمن إجراءات البرنامج. فإذا كتبنا قبل اسم المتغير العبارة public ثم اسم المتغير ثم نحدد نوعه، فهذا يعني أن هذا المتغير عام، أي يتم رؤيته من كافة الأجزاء البرنامج ومن جميع إجراءاته. إذن هذا المتغير العام يمكن رؤيته أو رؤية قيمته واستخدامه داخل جميع إجراءات البرنامج، ولا ننصح باستخدامه كثيرا إلا عند الحاجة إليه. أما إذا أردنا استخدام متغير معين ضمن طبقة معينة أو ضمن عدة إجراءات معينة، فنحدد هذا المتغير على أنه private أو خاص. إذا نكتب عبارة private، أي أن هذا المتغير خاص بطبقة معينة أو بملف معين. وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات، فإذا أردنا إجراء عام نكتب public، وإذا أردناه خاص نكتب private. كذلك يمكننا استخدام العبارة ضمن المتغيرات إذا أردنا استخدام المتغير ضمن إجراء محدد. وإلى هنا نشويكم إلى نهاية درس مدى المتغيرات. نلتقي مع درس مقبل، وسيكون بإذن الله آخر درس في الدوال الجاهزة في البرنامج.